طيب عندي ملف آخر كمان غاية في الأهمية، وهو فيما يتعلق بدور الأهلي المجتمعي. والنادي الأهلي النهاردة كان عنده مؤتمر صحفي مهم جدا عقد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتم خلاله إعلان تفاصيل الخاصة بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي وبين الجامعة الأمريكية. أنا بيعجبني قوي في النادي الأهلي بصراحة، يعني الناس دي بتفكر بره الصندوق، بتروح لحتت ما احنا ما يعني ما فكرناش فيها او ما خطرتش على بال حد. دايما مش بقى انا كمسؤول في النادي الاهلي او كعضو مجلس اداره يبقى تفكيري كله ان انا ازاي اخلي فرقه الكوره هي اللي تنجحني وهي اللي تخليني توب وتخليني احسن واحد في، لا الناس ما فكروش في كده. طبعا الجانب الرياضي مهم جدا، فرقه كره القدم مهمه جدا 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 وبتحقق المطلوب في الحقيقه لحد دلوقتي، لكن ايضا دور النادي الاهلي المجتمعي ودور النادي الاهلي في او مع اعضائه واعضاء الجمعيه العموميه موجود وبقوه، وبيشتغل عليه كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بشكل مميز جدا. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي من المؤتمر الصحفي اللي تم الاعلان فيه عن المشروع التعليمي المشترك زي ما قلت لحضراتكم بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، واللي بياتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس اداره الاهلي باهميه التعليم ودوره المؤثر في مواكبه كل التطورات العالميه وتقديم خدمات متميزه لابناء واعضاء وجماهير النادي الاهلي وموظفيه بكل تاكيد. في حاجه بقى ايه جديده كده، شهاده الاهلي الرياضيه. والله يعني حاجه فعلا ممتازه وتفكير اكثر من رائع. قال لك ايه بقى؟ محتوى البرنامج التعليمي في شهاده الاهلي الرياضيه وفق البروتوكول الموقع مع الجامعه الامريكيه تتعدد مواده لتشمل التسويق والرعايه والرياضه واللوائح وتنظيم الاحداث الرياضيه وعلم النفس والاخلاق الرياضيه، وستكون مده الدراسه فيه 30 ساعه مقسمه ازاي؟ بمعدل 3 ساعات مرتين في الاسبوع على مدار كام اسبوع؟ على مدار 6 اسابيع في اطار الالتزام بنظام التعليم عن بعد. وستكون هذه او ستكون هناك زيارات ومعايشات للدارسين في النادي الاهلي وداخل ادارته كمان. طيب ينطلق برنامج الدراسه في مشروع الاهلي والجامعه الامريكيه التعليمي خلال شهر سبتمبر المقبل، شهر 9 اللي جاي يبتدي برنامج الدراسة وفقا للموعد المحدد ليه، على أن يتم فتح باب التقدم عبر الموقع الخاص بالجامعة الأمريكية في منتصف يونيو المقبل، ويحصل الدارسون بمشروع الأهلي والجامعة الأمريكية التعليمي على شهادات معتمدة من الجامعات أو من الجامعة الأمريكية، تبدأ ببرنامج قصيرة أو برامج قصيرة إلى دبلومة إلى ماجستير. ده التسلسل ودي امور غايه في الاهميه وفي مكاسب كتير جدا النادي الاهلي من الموضوع ده. خلينا نروح نشوف التقرير ده الاول ونرجع مره تانيه، يلا بينا. يشرفني ويسعدني ان يكون معكم النهارده في هذا اليوم الخاص خالص بالنسبه لنا. بعدين إذا لو سمحتوا لي باللغة الإنجليزية. إنها فرصة سريحة طبعا لكافة الراغبين في تطوير أنفسهم في مجال الرياضة ليتعلموا كيف تكون الرياضة في سياق تربوي خاص ومتميز. وبالنسبة للجامعة الأمريكية وبالنسبة لكافة كلياتها المعتمدة حول العالم، أني أعلم جيدا أنها فرصة فعلا ليس لها مثيل لأن نتعاون مع نادي القرن لنعمل يدا في سياق من التعاون بين الأهلي، وهو بالفعل نادي رياضي رائد في مجال الرياضة في كافة أنواعها، وطبعا الجامعة الأمريكية التي تضم 4000 جامعة أمريكية حول العالم، ولكن ليس لها سوى جامعة واحدة فريدة وفعلا رائدة في مجال التعليم الحديث في مصر. إنني بالفعل فخور لأن أكون اليوم ضمن هذا المشروع الرائع يدا بيد مع كابتن محمود الخطيب في تعاون وثيق وطيد ورائع. شكرا لكم لتلك الفرصة. واحنا بنفكر ان احنا نقدم يعني نتقدم
لخدمة النادي الأهلي. فكرنا كمجموعة مجلس إدارة، فكرنا كلنا مع بعض، قعدنا واجتمعنا وحطينا لنفسينا التزام وإلزام أمام الجميع إن إحنا إزاي نخدم النادي الأهلي ونخدم المجتمع، ويكون لنا دور مش بس زي ما قلت رياضي، لا، دور تنموي ودور مجتمعي. عشان كده كان اللحظة اللي احنا فيها النهاردة هي لحظة بالنسبة لنا لحظة هامة جدا، لأن التعاون في التعليم كان ضمن أهدافنا بالنسبة لبرنامج الانتخابي للنادي الأهلي. والنهاردة بنحقق هذا الأمر الحمد لله. وبرضو كنا بنكلف كل الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، كل واحد كان ليه دور وكل واحد كان بيحاول ان هو يسعى في الدور بتاعه. كنا كلفنا من البداية المهندس محمد سراج ان هو يعني يسعى في هذا الأمر إلى أن يتم النهاردة هذا الموضوع. النهاردة النادي الأهلي كيان كبير جدا، الجامعة الأمريكية كيان تعليمي كبير جدا. التعاون بينهم أكيد إن شاء الله هيكون تعاون صادق وتعاون مثمر جدا للمجتمع ولقيادات القادمة في المجتمع. النادي الأهلي النهاردة بصفته الرياضية احنا بنتفق دلوقتي او بنتكلم النهاردة على بروتوكول تعاون. النادي الأهلي فيه شهادة الأهلي التعليمية، الشهادة اللي هي شهادة في الإدارة الرياضية. الإدارة الرياضية يا جماعة ليها عناوين كتير جدا جدا، ازاي بتدير مؤسسة كبيرة، ازاي يكون عندك نوع من انواع الفكر التسويقي، الفكر التمويلي. إدارة المنشآت الرياضية محتاجة يعني محتاجة خبرات كبيرة، محتاجة فعلا ننطلق شوية للعالم بتطور كبير. النهاردة احنا في هذا الصدد، النادي الأهلي لازم بيمد ايده وبيساعدنا جدا الجامعة الأمريكية بما ليها من تاريخ كبير جدا، ازاي نعد كادر ونعد شخص يستطيع ان هو، او طبعا اشخاص كتير ان شاء الله يستطيع ان هم يعني يفيدوا بتطور عالمي، يفيدوا في كيفية إدارة المنشآت الرياضية من كافة الوجوه. ده أمر أعتقد أنه هو هيعود بالنفع على جميع الرياضيين وجميع المنشآت الرياضية، أمر أعتقد أنه هو يعني يفخر به النادي الأهلي وأعضائه، أن كل واحد فيهم النهاردة بيحس فعلا أن احنا متجهين اتجاه آخر. احنا بنسعى جدا جدا زي ما قلت للبطولات والانتصارات، لكن بنسعى كمان جدا لأن احنا نشارك في تطوير الإنسان. أهم حاجة عندنا الإنسان أو المواطن، ده مهم جدا جدا إن احنا كل مؤسسة رياضية أو غير رياضية تستطيع أن تقدم شيء للمواطن المصري يريد تقدمه، لأن احنا في النهاية ده كله ده هيجتمع في النهاية لتطور بلدنا بإذن الله، وده الأمر اللي احنا بننهجه جميعا أو نتمناه جميعا بإذن الله.